اذا ابي الكل اللي نلعب فيه اكاونت ممنوع لا عادي حبيبي، بس لفله بنفسك مو تشتري، هو زي ما تبغى. اللي عندك 20 اكاونت بس انت ملفلها بنفسك ما عندك مشكله. رايوت ما عندهم طريقه بيع اكاونتات الى الان، وحاطينها في القوانين، ممنوع الشراء، مو ممنوع الشراء بس والبيع، ممنوع شيرينج ذا اكاونت. يعني انت تلعب اكاونت وبعدين تعطيه لخويك وهو في بيت تاني يلعب بيه، ممنوع. لما تسوي اكاونت جديد ما يعتبر سميرف، سميرف از فاين حبيبي، سميرفينج از نوت ا بروبلم. لا يضحك عليك اسم الويب سايت سميرف، هذا يعني معناها السميرف نفس اللي في الويب سايت. هنا بيقول لك اشتري اكاونت مني سميرف، انت تسوي اكاونت تاني وثالث ورابع وخامس، ما فيها شيء. شكرا على التوضيح حبيبي. ترى كثير من القنوات حقت اليوتيوب العرب لو يشتركوا في البرامج هذه، انا 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 شخصيا لا اؤيد ولا اقترب من الشغلات هذه، فهذا شيء راجع لك. وهل ياثر عليك؟ ما اظن ياثر عليك يعني في حياتك، بس اجين خالف القوانين صراحه ما فيها كلام. ليش ما صرنا نسمع اخبار عن بطوله لول العربيه حتى الموقع ما حدث؟ فهل عندك معلومه تبدا؟ لا والله حبيبي، كلنا بننتظر، كلنا توقعاتنا في الشهرين هذه يعني حيعلنوا، فاول ما حيعلنوا حينزلوا في قناتهم وحينزلوا في الموقع اكيد، يعني الكل حيعرف. نظام حق السنه هذه كلها ما عندنا خبر عنه ولا عندي اي فكره يا اخواني، اما حينزل حنعرف بصراحه. يعني ما بمزح معكم، مو قالوا لنا وما وبعدين ما احنا مخبين، يعني هم حتى لو قالوا لنا حيقولوا لنا خبوا يعني، بس لسه ما قالوا لنا شيء، لم يخبرونا، فكلنا بننتظر الاخبار. قتلني إذا دخلت أنا زي الأب ما يبدأ. روح اذا تعالتي زينت، شفت الشيلد اللي جاي ترى بيطير؟ ايه شفت ايش ده؟ اتس فان بس انت كارت اسمه تجي فيا ايش تن هذا؟ هذا مثلا هذا بتاع حبيبي، ما يقرفه تموت يا كلب تموت، مسوي دامج لين بكره ما يقدر. عشان كذا يقول لك يومي ما تنفع في اللويل، وما يعرفوا يبنوا انتي ماجي انتي هيل، انتي هيل لين دحين ما حد بنى يا باشا. قل لهم شكرا عزمت معك ديفرنت، ما يفهم السايل. ايه روح 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 والله هيك. اوه ناسي يا واد زعلناهم، شايف اعطاني جناي؟ ما في دامج نهي هذا يموت، هذا يحس بنفسه انه يقدر يقتلني. اوكي يقدر يقتلني، كان يو ريد ماي مسج بليز؟ نو اي دونت وانت تو ريد. وش بك مكتئب؟ مكتئب؟ لا ماني مكتئب، جالس اقرا تويتر بس والله في نوم كمان. ايش المسج اللي كتبته يا ابني؟
I have a problem every time I win my lane. I don't know how to play with my team later. I always do engage hoping that they will follow, but I end up dying. Any tips? Stop playing around your team. Play around yourself. If you're winning lane, كمل في اللين لين ما تفوز الجيم. And don't force team fights. وش رأيك في اللي يقولون إنه solo support ما تقدر تصير gold ولا platinum؟ زبالين. solo support تقدر توصل challenger. السبورت حاليا زي الجنجل. عندي حساب فيها مشكلة في الممار. أخذ 15 يخسر 15. هذه مشكلة في الممار؟ هذا ما فيه مشكلة. هذا معناه أنت في المكان اللي المفروض تكون فيه. مشكلة يجي لما تفوز 12 وتنهزم 17 18 هذه مشكلة. 15 15 كويس. keep winning ورا بعض. لو فزت أيام كثيرة ورا بعض ترفع الممار. سكور سكور سكور. For the love of God. Garbage. شفناه. أشرت له 100 مرة. أشرت له 100 مرة. وشفناه وجينا. تعال. أجا. ماتت نيت الشيلد ينفك بس ما حنموت طيب قول له طيب It's fine. انك تلورد غريم وشد فايت وشد انا شايلها البوين ان 5 سكندز ها شيل بوك كمان فوق جاي باخذ كل مسكين ما قدر